بديت معاهم 1982، بقيت خدام معاهم 1980، من 1980 ما ديكلاروني حتى 92 عاد ديكلاريت. الناس خدمت معاهم حياتي كامله، ضربت معاهم الشباب ديالي مزيان، خدمت ما عندي لا مشاكل معاهم لا والو. الورثه كبروا بغا يبيعوا حقهم، حقهم بغا يبيعوا حقهم، من حقهم هما بغا يبيعوا حقهم، شغلهم هذاك. المهم بديت نعاونهم، خدمت معاهم، تبعوا حقهم، قلت لهم اسيدي السينما لوكس وواحد البارطمان في ستيام ايطاج اللي بقات لهم. المهم بقينا غاديين هذا، واحد النهار تفاجأت، مشيت نتخلص في سوسيتي الشركه اللي الوكاله العقاريه ديالي هما عاطين الوكاله العقاريه اللي تنوب عليهم، عطيناهم لابروكاسيون اللي تنوب عليهم في يتخلصوا لهم في الكراوات ديالهم. مشيت نتخلص تفاجأت، قال لي ودي راه حبسوا عليك الخلاصات الناس هادو. اش تهدو ولا استاذ؟ قال لي هذا الشيء اللي عطى الله، انت تسمع في هاد الناس هادو راه حبسوا عليك الخلاص. جاتني غريبه انا، تغربت كيفاش هادو حبسوا عليا الخلاص، انا عندي وليدات، عندي سته ديال الاولاد هذا. المهم سكت، مشيت لعندهم تندوي معاهم، الله يرحم الوالدين، نديروا معايا شي حل هذا هذا. واحد فيهم بغى يدير معايا حل ولكن الاخرين ما بغاوش. واش تعيت ولا نتلاجا للقضاء؟ تلاجا للقضاء، درت دعوه، مشيت اسيدي درت دعوه للمحكمه الابتدائيه. المهم تبعنا المسطره، ملي تبعنا المسطره الناس المحكمه المهم ما عطاونيش حقي في الابتدائيه، عاود استانفت، دزنا الاستئناف في محكمه الشغل الابتدائي هنا اللي كاينه في كازا انفا، دزنا سيدي العوتاني بقى سير واجي سير واجي، داروا بحث هذا، جاء الشاهد شهد حقي، كل شيء من حقي، كل شيء بمصاريحي، خرجت فرحان، انا خرجت فرحان من المحكمه، خرجت فرحان، قلت الحمد لله القاضي المهم عطاني الحق ديالي في الجلسه هذا. هضر مع الشاهد، هضر الشاهد والسؤال، سول السيد قال لي عطيه حقه السيد هذا خدم معكم هذا، شوف شحال في عمرك انت، قال لي في عمرك ما عرفت بالزيد، قال لي 85، قال لي هو راه بدا ب 82، انت باقي كما دزتي هو راه بدا خدام مع خدام الشركه ديال باك. المهم بقيت يهضر مع القاضي، يهضر معاه مزيان، انا بعدا خرجت فرحان، خرجت فرحان، قلت الحمد لله. تفاجأت، تفاجأت، جيت نشوف تصنت الحكم تفاجأت، او قلت الحكم ضدي، لا حول ولا قوة الا بالله، راه يا ربي يا ربي شكي. واش هاد كاين، واش هاد البلاد هادي فيها شي حق ولا ما فهمت والو، بقيت عاد تخربقت، جاني بحال التخربيق في راسي، وليت عاد تنخربق، وليت تصدمت، صدموني واحد الصدمة اللي ما تتصورش على البال. انا ما تنطلبش، انا ما تنطلبش، تنطلب حقي، حقي اللي هو خدمته، خدمت 32 سنة اللي عطيت خدمتها، انا تنطلب حقي، تنطلب شي حاجة من غير حقي، صافي تنطلب غير حقي. وقفوا لي الناس اللي جا القانون، ونطلب سيدنا نصره الله يوقف يشوف فهاد القضيه هادي، الله يجازيه بخير، الله يرحم ليه الوالدين، الله يرحم ليه الوالدين، فهاد النهار لما يشوف لي فهاد القضيه هادي، انا رانا مظلوم، تظلمت في حقي، تظلمت، تنحس بالظلم، تتحس بحقره، حقره تتحس بها في هاد البلاد، حقره تتحس بحال تحقرت. الظلم هو كاين ولكن تزيد الحقره حتى هي، لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سي جمال كنعرفوا هنا بانه كونسيرج وتيخدم هنايا، تينظف الزنقه، تيحل الباب، كيحضي لاسانسور خاسر ما خاسرش، يعني من نهار عرفناه حنا في الزنقه ديال بنو بطوطه وحنا كنعرفوه بانه بواب ديال هذه العماره هذه، وهذه شهاده حق كنقولوها لوجه الله عز وجل، وكيصرف على وليداته يعني عيب صراحه، يعني من الباب الانساني هذا السيد هذا خصو ياخذ المستحقات ديالو، وهذه راه دوله الحق والقانون، يعني هذا الانسان هذا خصو ياخذ رزقه، يعني وهذا يعني اقل ما يمكن يتعطى ليه، ما كيطالبش بشي حاجه هو ولا شي جائزه، بغي غير المرتب الشهري ديالو عادي جدا.